السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عارفين خلاص دلوقتي أن الحكومة استقالت. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقدم بالاستقالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس كلفه بتشكيل وزارة جديدة وأن تقوم الوزارة في الفترة القادمة، الوزارة الحالية، بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل الوزارة. هذا هو الخبر، هذه هي المعلومات. بره ده هتكون تحليلات او قراءات لبيان رئاسة الجمهورية لما دار بين الرئيس ورئيس الوزراء المستقيل والمكلف بالحكومة الجديدة، ونحن نقول المكلف بالحكومة، لان النهاردة هنشوف يعني افكار كثيرة بتطرح خلال الايام اللي جاية، هنطرحها ونتناقش حواليها مع دكتور محمد الباز رئيس مجلسي التحرير والإدارة بصحيفة الدستور المحترمة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ أسامة. أهلا بك. يعني كيف تلقيت الخبر؟ هو الخبر الحقيقة يعني مش عايز أقول لك إنه مفاجئ، يعني لأنه كانت ترتيبات الأمور حتى الطبيعية إنه الحكومة بتقدم استقالتها بعد الرئيس ما بيؤدي اليمين الدستورية، ثم يعاد تشكيل الحكومة سواء بيكلف رئيس الوزراء الحالي او بيتم اختيار رئيس وزراء اخر. فما كانش طب تلقيت اعاده تكليف الدكتور مصطفى ازاي؟ هنا خلينا اخد حضرتك لنقطه من الكلام اللي حضرتك كنت بتقوله في فكره المعلومات، لانه لما بيبقى في اي تعديل وزاري او تغيير وزاري بيبقى عندي ثلاث دوائر بتراقب المساله: الراي العام، وتقدر تدخل فيه بقى الاعلام، وتدخل فيه السوشيال ميديا، وتدخل فيه المتابعين يعني للمسألة، وده قد يكون عندهم مساحة الأمنيات. يعني يبقى لما الناس تتكلم إن الوزير الفلاني ماشي أو الوزير العلاني قاعد، فده يخضع للأمنيات شوية، والأمنيات هنا بتحكمها التأثير المباشر من أداء الوزير الفلاني على المواطن. يعني إذا شعر المواطن لما ده تكون إنه لما تكون وزارات محتكة بالمواطن بالظبط، بالذات، فهنا الرأي ما بيبقاش موضوعي قوي، لأنه هو بيبص من زاوية واحدة لأداء وزراء. وعلى تاريخ التغييرات الوزارية في مصر كنت بتلاقي مثلا وزير لا يحظى برضا في الشارع بشكل كبير جدا، لكن القيادة ومستمر. السياسية مستمرة بيه، مستمرة معاه وباقية عليه، لأنه أداؤه العام اللي هو أنا مش شايف إلا الجزء بس الصغير الخاص بي، أداؤه العام يؤهله إلى أنه يستمر. الدائرة التانية هي دائرة الأجهزة اللي هي مفروض بتبقى معاونة بتبدي لإعادة رأي يعني إعداد تقارير عن المرشحين، سواء عن المرشحين الجدد أو حتى اللي هم في الوزارة، إنه يستمر أو لا يستمر. ودي مساحة بيبقى إنه بيقدموا ترشيحات، يعني حتى برضو بس جزء منها بيبقى برضو قياس للرأي العام. استنادا ليه، لأنه هو جزء في التغيير بالأساس. ما نقدرش نتجاهل انه بيبقى فيه احتياج نفسي للتغيير، يعني في الشعوب ما هو ده بعد كان شوية. سؤالي، هو ليه الناس كانت كل شويه عماله تقول هو التغيير الوزاري امتى، هو التغيير الوزاري امتى، وهم عارفين كويس قوي ان من سيغادر بشر ومن سياتي بشر. لانه ده بيعبر زي ما بقول لحضرتك عن احتياج نفسي، وعن امل انه قد يكون التغيير في مثلا يعني خطوه الى الافضل. فبتظل المساله، وزي ما بقول لحضرتك بيبقى لا يعول كثيرا على فكره ايه الراي العام في الوزير الفلاني او في سياسه الوزير العلاني، لان هي المساله مش محكومه بده. الدائره الثالثه بتبقى عند الرئيس او صانع القرار متخذ القرار. وعايز اقول لحضرتك انه من الحكومات من بعد 2014 بقى في اداء مختلف في اختيار رئيس الوزراء والوزراء. زمان، ويمكن ده لانه يعني حضرتك تعرف ده كويس جدا، في المطابخ الاعلاميه والصحفيه كان بيبقى قبل كل تغيير وزاري في اللي هو ايه بالونات اختبار لوزير فلان، مقدمات حرق فلان، انه فلان ده اسهمه تزيد، وكان الاعلام بيشترك في هذا الامر بشكل ان ممكن اساسي. تيجي على وزير وتقول ده رئيس الوزراء خلاص القادم فيروح فتبقى حرقته. فده كان مثلا سياق الاعلام كان مشترك فيه، وخلينا نستخدم التعبير الادق يعني انه الاعلام كان متورط فيه في اداره مشهد التغيير الوزاري. اسهم بتطلع اسهم بتنزل، ترشيحات لحد معين، اخفاء حتى حد معين وهو اللي المفروض يجي. لكن من بعد 2014 لقينا المساله بتدخل لانه في تقييمات دقيقه، وانه يمكن القياده السياسيه ما كانتش عايزه انه موضوع التغيير الوزاري او التعديل الوزاري ده يبقى جزء من
الانشغال العام بشكل غير دقيق، يعني انك تبقى في معلومات غير دقيقة الناس بتتداولها، او معلومات يعني غير صحيحة مثلا الناس تبني عليها امال معينة. فدول 3 دوائر بيخلوني وانا قاعد بتلقى الخبر. انا مثلا كنت معتقد ان الدكتور مدبولي يكمل، الشهور الاخيره كانت بتعزز ده. ما بس انا حدث عايز من تحولات اقتصاديه بالظبط، وعايز بس عايز الفت انتباه حضرتك لحاجه، انه رغم الازمه الاقتصاديه الضخمه جدا، يحسب لي الدكتور مدبولي، ويمكن دي زاويه الناس ما تبقاش شايفاها قوي، انه كان بالاداء الحكومي محافظ على ما يمكن ان نسميه الايقاع بتاع البلد، بتاع الدوله، بتاع المجتمع. يعني احنا كان عندنا لما التقارير الاقتصاديه اللي كنا بنقعد نستعرضها اللي بتتكلم عن الوضع الاقتصادي مثلا في فتره معينه، انت كنت بتطلع منها يمكن بحاله احباط وبحاله ياس كامله، لدرجه انك تسال هي البلد دي ماشيه ازاي؟ يعني او البلد دي مكمله ازاي؟ او البلد دي في عز ما حديث عن ازمات اقتصاديه، فانت قاعد بتعمل مشروعات وبتعمل افتتاحات وبتتكلم على حمايه اجتماعيه وبتكمل موضوع مشروع حياه كريمه. فده سؤال الاجابه عليه لما بنعرف تفاصيلها عن قرب، فبتكتشف انه لا، انه اداره هذا الرجل الهادئه اللي هي كانت بعيده عن الكلام الكتير اللي هو احنا الاعلام احيانا كنا نلوم عليه او نعاتبه او نقول له لا اطلع اتكلم وهو الى اخره. عاتبناه وجها لوجه يعني صحيح من فتره. صحيح يعني، ويمكن كنا في نفس اللقاء. لكن الفكره مثلا لو تتذكر حضرتك انه الشرح اللي قاله واللي قدمه، انه هو كان عنده خيار من اتنين، اما انه يشتغل ويحافظ على الايقاع العام ده للمجتمع وتبقى الحياة ماشية في ظل التحديات اللي موجودة وقلة الموارد اللي موجودة، او انه يطلع يستسلم يقول والله احنا ما عندناش حاجة. الاختيار التاني ده، وهنا الحكم عليه، يعني لو انه الظروف مواتية والامكانيات متاحة ومفيش تحديات موجودة، فتقدر تحكم على رئيس وزراء بالمعايير التقليدية. لكن انا بعتبر الدكتور مصطفى مدبولي كان رئيس وزراء في ظرف استثنائي، والحكم عليه بمعايير تقليديه هو نوع من العبث، لانه عشان تحكم عليه بشكل صحيح ويبقى تقديرك ليه، فلابد ان تضع الظرف الاستثنائي في قلب المعادله. يعني هنا ما ينفعش تبقى انت مستبعد الازمات المتتاليه اللي حصلت، ما ينفعش تستبعد الضغط اللي كان موجود من اللاجئين وضيوف مصر، اللي يعني هو صرح بنفسه انه تكلفتهم يعني تصل الى 10 مليار، وفي تقديرات اخرى انه هذه التكلفه تزيد. ما تقدرش تستبعد الحاله النفسيه كمان للناس لما الحرب بقت على الابواب بتاعتك. يعني احنا كنا بنتكلم عن تاثيرات حرب روسيا واوكرانيا وهي بعيد، بتتكلم عن تأثيراتها الاقتصادية، لكن غزة كنت بتتكلم عن تأثيرات اقتصادية وتأثيرات نفسية، انه البلد واقفة على اطراف اصابعها، وتأثيرات سياسية طبعا اطراف اصابعها ان هي داخل حرب. فاذا تجربة هذه التجربة اللي هي ممتدة من 18، يعني احنا بنتكلم على يونيو 18 عندما تولى رئاسة الوزارة، ما بتتكلمش على اقل من سنة ونص ودخلنا في موال كورونا. ومن كورونا للحرب الروسية الاوكرانية، ومن الحرب الروسية الاوكرانية للحرب الغزة. خليني عايز اخد من كلام حضرتك النهارده التكليفات اللي سياده الرئيس تحدث فيها مع الدكتور مصطفى مدبولي وترتيب الاولويات دي كما جاءت. كلنا واعتقد حضرتك هتبقى معايا كنت اتتوقع ان الموضوعات الاقتصاديه تاتي على قمه الاولويات. بطبيعه الحال عشان الظرف الحالي الامن القومي كان هو في المقدمه، وده شايفين الحوار الوطني من يومين برضو دخل على الخط في موضوع الأمن القومي، ولكن باقي الترتيبات لم تأتي الشؤون الاقتصادية في مقدمة حتى بعد الأمن القومي. طب أقول لحضرتك حاجة، إنه ده ترتيب مطمئن. يعني التوقع إنه كان يبقى الأوضاع الاقتصادية، وإنه زي ما جه في البند الثالث أو ثالثا من التكليفات في مسألة ضبط الأسعار ومسألة الإصلاح الاقتصادي، ده جه في المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية كان فيها الحديث عن بناء الإنسان وعن الصحة والتعليم وتجديد الخطاب الديني، ويعني يبقى في صحوة ثقافية موجودة في البلد. وفي المرتبة الأولى كان الأمن القومي. الترتيب ده منضبط جدا ومطمئن في نفس الوقت. بما يعني إيه؟ إنه المسار الاقتصادي نفسه
التحديات أصبحت معروفة، والمعطيات أصبحت معروفة، والحلول أيضا أصبحت معروفة، وكأن معالجة الأزمة الاقتصادية هي أصبح وضع مستقر. يعني أنا عارف أنا رايح حصل فين فيه وجاي منين خطوات وأنا بالظبط. وصلت فأنا المرحلة. عندي في قد تكون في مشكلة، لكن هذه المشكلة أصبحت تحت سيطرة أو تحت إدارة مسيطرة عليها، أنا عارف هي رايحة فين وجاية منين. لكن الملف الأول يخرج بره التصنيف، لأنه الأمن القومي يعني في أزمة اقتصادية مش أزمة اقتصادية، هو الأولوية صحيح. يخرج بره التصنيف. لكن هو الفكره انه ليه تيجي حكايه بناء الانسان قبل الاعتبارات الاقتصاديه؟ لانه هذا ملف الحقيقه، رغم انه هو الملف الذي يميز الجمهوريه الجديده في فكره شعار بناء الانسان، انه ما تمش حسمه بشكل كبير وما تمش الشغل فيه بشكل كبير. عشان الناس كانت مشغوله في ازمه عندك اقتصاديه ازمه طاحنه اقتصاديه بالظبط، عندك ازمه وازمه اقتصاديه. سياسيه. وعايز اقول لحضرتك انه الملف ده ملف مهم جدا، لانه انا بعتبر طول الوقت انه البترول الحقيقي في مصر هو الناس، هو البشر، هو الكفاءات. فلما تبقى موجه الجهد بتاع الحكومه والتكليف يبقى اولويه للحكومه، انه الفتره الجايه بهتم ببناء الانسان، بهتم بصحته، بهتم بتعليمه، بهتم بعقله في فكره انه الوعي الثقافي بتاعه وفكره الخطاب الديني، هنا مؤشر الى انه ده انا الاقتصاد انا شغال عليه، لكن انا محتاج دعم لي هذه القضايا ببشر مؤهلين وببشر مستعدين. فانا شايف انه هذا الترتيب مش بس صحيح ولكن مطمئن ايضا، يديني مؤشر طيب الناس تطمين. الناس مقسومه، في ناس مبسوطه جدا من حجم المشاريع الضخمه اللي اتعملت في مصر، وفي ناس ثانيه كانت تقول يا عم ما كنت ادي اولويه للتعليم، ادي اولويه للصحه، ادي اولويه لكذا. وده بالتالي هو المحطوط النهارده كأولوية أولى بعد الأمن القومي، وهي بناء الإنسان بكل ما يشمله ده. فهي النهارده كل من رأى إن ليه ما جاتش الأولوية هي بناء الإنسان، فهو حصل بناء البنية التحتية عشان تقدر تبني للإنسان. تتفق معايا؟ أنت عارف حضرتك إحنا عشنا في مغالطة كبيرة خلال السنين اللي فاتت في الحكاية دي بفكره انه الاولويات، لانه كان طول الوقت يقول لك ان الحكومه عندها خلل في ترتيب الاولويات، وانه كان المفروض كذا قبل كذا. طب تعالى ننزل على الارض ونشوف هو الشغل كان عامل ازاي. هو الشغل ما كانش مفتوح في كل الملفات في نفس الوقت، صحيح. يعني انت الدوله كانت بتشتغل في التعليم، وكانت بتشتغل في الصحه، وكانت بتشتغل في البنيه التحتيه، وكانت بتشتغل في بس الصناعه، هو وكانت اصحاب بتشتغل. هذا الرأي كان بيقول لك لا اوقف لي العاصمه، اوقف لا لي هنا الطرق، هو اوقف ده لي. ما هو ده بيعبر انا عن، رأيي الشخصي دايما بقول طالما انا انتخبت شخص سيء. هو ده بيعبر عن الخلل كمان. يعني اقول انا ما اعرفش، مش فاكر حضرتك كنت معانا لما التقينا بالامير محمد بن سلمان ولا لا قال حاجه وقتها، كان لسه ما تمش الاعلان عن الاستراتيجيه بتاع السعوديه بتاع 2030، وما كانش قال، وقال نصا وقتها، قال انا في تجربه التحديث بتاعتنا انا بستلهم الفلسفه بتاعت رئيس السيسي في مصر. وبدأ يشرح، قال انه انا يا جماعه لما باجي، لما واحد بيجي بنفس المثل كده، لما باجي مثلا واحد يعمل ريجيم فما بيخسش دراعه ويسيب رجله كويس، فانا لما اجي اعمل اصلاح في بلد لازم افتح كل الملفات في نفس الوقت. قد يكون ده ظهر لسببين. السبب الاول سبب مغرض، لانه انت لن يرضى في فصيل كده، لن يرضى عنك طول الوقت في جبهه، صح، لن ترضى عنك طول الوقت، وصوته عالي وكانت بتدور لك طول الوقت على ثغرات ومطاعن تدخل لك منها، فهو من اللحظه الاولى بيقول لك انه مفيش اولويات. والفصيل ده كل المشروعات صغر منها ما صغر وكبر منها ما كبر، كان بيعتبرها مشروعات ملهاش لازمه. وانت فاكر لما كان يقول لك على قناه السويس الجديده مش عارف ايه، ويقول لك على العاصمه الاداريه، كانت حاجه مضحكه جدا، يقول لك هو في حد يروح يبني عاصمه جديده في الصحراء؟ هو اصلا العاصمه الجديده دي في الصحراء، يعني عشان تعمر صحيح. حواليه الا اذا كنا في بلد مليانه غابات مثلا، فنحطها في الغابات مثلا يعني. فكان في فده فصيل اللي هو كان بيتكلم عن مساله الاولويات. اعتقد ان الكلام ظهر عن الحكايه دي لما بدات تبقى في المشاكل الاقتصاديه المتتابعه اللي هي ناتجه عن ازمات معظمها خارجي. يعني انا هقول لحضرتك حاجه وتذكر ده جيدا، لان احنا كنا موجودين في نفس اللقاء، لما الدكتور مصطفى قال يا جماعه اللي احنا بنعمله ده عمل بشري، والعمل البشري طول الوقت فيه نسبه خطا، ولو احنا قلنا انه المشكله اللي احنا عايشينها سببها كله اسباب خارجيه يبقى احنا بنغلط نفسنا.
لانه في بعض القرارات اللي صدرت طبعا ما كانتش فيها دقيقه. اخطاء. التقديرات نفسها ممكن يعني تبقى عامل تقديرات معينه، ولظروف ظروف تختل ما هذه تختل التقديرات الامور. تختل. فهي الفكره انه التقييم على الارض، وقد يكون امتداد التجربه دي فيها فرصه لمعالجه مثل هذه الاخطاء اللي هي تخلينا نبقى مكملين، لانه بالمنطق احنا متاخرين فتره طويله جدا، وجات هذه المشروعات عشان تعوض. لما كانت الناس اللي كانت بتقول لك طب نوقف المشروعات، هو انت بتختار الطريق الاسهل، يعني بتختار الطريق الاسهل. لا ما هو ايقاف المشروعات ده معناه ان انت رميت الفلوس في الزباله. بالظبط. غير كده كمان يعني في حاجه لما اتقالت في مساله الكهرباء واتقالت معلومات يمكن يعني صعب كمان الافصاح عنها حتى هذه اللحظه فيما يتعلق بازمه الكهرباء، لكن لما قال وقتها قال احنا لو الناس وفرت يعني من 10 ل 15% من استهلاكها للكهرباء مش هنحتاج نقطعها. انت عشان تنزل بالخطاب ده للناس وتقول له كده، انت مجرب لما تيجي تقول للناس ترشيد الاستهلاك ولا ان احنا نعيد النظر في سلوكنا الاستهلاكي، ناس بياكلوك ويقول لك انتوا مش حاسين بالناس وانتوا بعيد عن الناس، رغم انه احنا يعني عايشين في نفس البلد وبنعاني من نفس المشاكل. فانا شايف انه هذا اعاده التكليف دي، الكلام بعد كده يبقى عن الحقائب الوزاريه، مين مكمل ومين مش مكمل، وبعيد عن مين الامنيات. مين مكمل ومين مش مكمل يا دكتور؟ لا هقول لحضرتك بالدايره الاولانيه ما نبعد عنها، دايره الامنيات. انه في مين انا قلت عندي كان عندك دايره المعلومات. لا يعني انه انا قلت لحضرتك انه الايقاع العام في التغييرات الوزاريه من بعد 2014 هو بينأى بيها عن فكره القيل والقال ومين رايح ومين جاي. لكن انت عندك مؤشرات يعني في الكلام النهارده اللي بيتقال انه في عدد من الوزراء قعدوا فترات طويله وادوا اداء جيد. فلما تيجي تحسب كده هتلاقي بالاسماء انت عارف مين الناس اللي قعدت فترات طويله، لانه في بعض الوزراء يمكن تجاوزوا 10 سنين من يوليو 2013 حتى الان. ففي عدد من الوزراء 3 وزراء مثلا فمعروفين. في بعض الوزراء في الوزارات السياديه مطروح ان هم يغادروا مناصبهم. النهارده لما الكلام تم الاشاره للوزارات الخدميه والوزارات الاقتصاديه، فانت الحقيبه دي هيبقى فيها تغيرات. ناس بتتكلم، انا مش عايز اقول ارقام لانه ناس احيانا، لكن توقعات ما بين من 10 ل 12 يوصلوا ل 15 ممكن في الاطار ده، طبقا للقراءه المبنيه على الاداءات وطبقا للتكليف. يعني هو التكليف للتكليف. التكليف ادق لحضرتك من شويه، قلت ان الاداء ده احنا ممكن نبقى شايفينه بشكل، لكن صانع القرار بشايفه بشكل اخر، تقييمه لوزير غير تقييم انا. لانه انا مثلا في 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 التموين على سبيل المثال، فانا بقيم الدكتور مصلحي بزياده العيش فقط، لانه ده هو الاثر المباشر اللي جاي علي. لكن المنظومه كلها على بعضها دي بتقيم تقييم اخر، ويمكن ان يكون هذا الرجل هو الاصلح مثلا لاداره هذه المنظومه بعيد عن النظره الضيقه بتاعتي، لانه انا التعليم التعليم. فيجي الراجل يقول تصريح فانا في الثانويه العامه، فانا ابقى متضايق وزعلان من هذا التصريح فبقيمه في اطار هذا التصريح فقط. طب انا عايز عشان الوقت عايز اسالك سؤال. هل كان في كلام عن استحداث وزارات زي مثلا وزاره للاقتصاد، او ان تعود مره اخرى وزاره الاستثمار تكون بقياده وزير وليس بقياده رئيس الوزراء، لانه ملف كبير؟ هل انت شايف ان في حاجه من الحاجات دي ممكن تكون موجوده في التغييرات القادمه؟ لا هو انا اتمنى، لانه انا احنا عندنا عدد وزارات كبير، يعني احنا مفروض يتم دمج. ما تتمنى ايه؟ لا انا اتمنى لا يبقى تتمنى ولا تتمنى أنا لا انا اتمنى انه يبقى في اعاده هيكله للوزارات واعاده تسميه للوزارات مره اخرى. عندنا عدد وزارات كبير ضخم، 32 ضخم. انت عايزهم ان هم يتخلصوا ضخم جدا، يعني الشخص الواحد يتحمل ضخم، لانه احنا عندنا هنا برضو وضع مختلف شويه في اداره الرئيس للعمل التنفيذي. يعني الرئيس لما جه عمل سن سنتين اللي هي المتابعه المكتبيه الدائمه، انت ما فيش اسبوع بيعدي الا ما تلاقي فيه وزيرين 3 أو 4 موجودين لمتابعه الملفات. احيانا انت زمان كنت بتلاقي انه في افتتاح مشروع ما نسمعش عنه حاجه.
فدي المتابعه المكتبيه، المتابعه الميدانيه اللي هي كانت بتبقى طول الوقت كل جمعه بتنزل المشروعات وبتروح وبتيجي ومش عارف ايه وبتاع. النوعين دول من المتابعه يقولوا انه احنا عندنا هنا راس الدوله صاحب القرار الاول يعني على قمه السلطه التنفيذيه، هو طول الوقت متابع ليه كل التفاصيل اللي موجوده، وده بيبان مثلا لما يلاقي الرئيس بيناقش كل المشروعات مع كل الوزارات تلاقي عنده التفاصيل التفاصيل بيها كلها. وبالارقام. فدي فكره اساسيه، ولذلك بتلاقي ان الرئيس طول الوقت هو بيتحمل القرارات لانه هو شريك في صنع هذه السياسات. لما الوزراء بيجوا بيؤدوا، احنا مثلا كنا بنتمنى ايه؟ انه ايقاع الوزير وسرعته تبقى زي ايقاع وسرعه الرئيس مثلا على سبيل المثال. ده يهمني في الفتره الجايه. في افكار كتير احنا محتاجين وزراء لا يعني يبقوا اكثر ابداعا، لانه الازمه الاقتصاديه ممكن ان تكون هناك حلول من خارج الصندوق. لو في وزراء اكثر ابداعا يبقى اذا هم التقوا بالاجهزه، اذا يعني لان الاجهزه اكيد قابلت الناس المرشحه على الاقل، لابد من اننا نبقى عارفين كل شخص هيجي يتولى لازم نعرف صحيح خلفياته. ده منصب، ده صحيح، ده منصب سيادي يعني. فبالتالي اصل الناس يقول لك هو يمال الاجهزه، لا وانا ايش ادراني. لا هنا انا بتتكلم اجهزه معلومات. ما هو بالظبط هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا مشكله وده كلام يعني ما يزعجش حد، يعني احنا عندنا مشكله في التربيه السياسيه العامه، يعني انه انا ابقى عارف يعني ايه وزير، والوزير بيجي ازاي، وانه لما بتعمل تقارير عن الوزير ده هو التقارير دي هتفيد في ايه. يا فرحتي ان انا يجي لي واحد وبعد كده اكتشف عنه كذا وكذا وكذا. لا مش على طريقه معالي الوزير، على فيلم معالي الوزير انه حد يجي بالصدفه يعني. لا انا قصدي اقول واكتشف معلومات عنه. لا طبعا لا، انت هنا انا عشان كده بقول لحضرتك التربيه السياسيه العامه عندنا بتنقصها حاجات كتيره جدا، انك تبقى عارف هي الدوله ماشيه ازاي، يعني الوزير بيجي ازاي، بيتم اختياره ازاي، ترشيحه في بتعمل عنه معلومات، عشان صانع القرار في النهايه لما بياخد قرار بانه ده يبقى وزير ففي حيثيات كتيره جدا لاختياره. صحيح. طيب يعني سؤال اخير بس كده، انت من المتحمسين لهذا التغيير؟ يعني هقول لحضرتك انه لانه احنا مع التجربه بقالنا شويه، مع التجربه بقالنا يعني بقالنا 6 سنين، من 18 من يونيو 18 لحد يونيو 24، فمش هبقى واخد المساله من باب الحماس ولكن من باب التفاؤل. انه الحكومه هي عارفه ملفاتها بالظبط، عارفه ايه اللي ناقصها بالظبط، اشتغلت في ظل ازمه اقتصاديه ضيعت فرص كتير جدا علينا. تقدر هذه الحكومه او على الاقل فلسفه الاداره في الحكومه فرص الظروف ولا الظروف الحكومه؟ الظروف وفي تفاصيل مسؤول عنها الحكومه. واحنا كنا بنقول ده في وقته بالمناسبه، يعني هي بس الناس ايه ما بتبقاش مركزه، يعني كنا بنتكلم في ده في وقته، ويمكن مش بس في الاعلام المعلن لما كنا بنتقابل مع مسؤولين فكنا بنتكلم في تفاصيل كتيره جدا. فانه لكن الجزء الاكبر الحقيقه اللي اضاع فرص على هذه الحكومه كان بسبب عوامل خارجيه، وعوامل خارجيه بتزداد يمكن تعقيدا. لكن التفاؤل اللي انا بعقد عليه يعني استمرار الدكتور مدبولي، انه يعني هو رجل يعرف ما لديه من امكانيات، عارف ايه التحديات اللي موجوده. انا يعني كل ما اتمناه انه يعني كفايه مصايب كونيه يعني انت عارف ازاي، يا رب ان شاء الله. يعني انه كل ما اتمناه، ونتمنى الحكومه التوفيق وكل الوزراء اللي اشتغلوا يعني ودي سنه والاحترام. ودي سنه يعني هنا في العصر ده. زمان كان يقول لك ان الوزير بيدخل الوزاره رقم واحد في وضع رقم واحد ويخرج منها في وضع رقم 6، ينحني من كتر تمام الإجهاد. وانه الوزير بعد ما بيخرج من الوزاره الناس ما بتشوفوش الا في العزاءات. لا الثقافه دي اتغيرت، انه الوزير بيؤدي والناس بتبقى عارفه انه يعني اداؤه ده بما انجزه وبما حتى اخفق فيه بيقدر، وقد يكون له دور اخر وبيكمل حياته بشكل كبير جدا. وشفنا عدد من الوزراء السابقين لهم ادوار، ودي من حسنات اكثر اهميه. ودي الحقيقه والله من حسنات الاداء الرئاسي في الفتره دي، انه لا انت بتتعامل مع الجميع طالما انك اسهمت في وقت معين فبتقدر حتى بعد المسؤوليه. بتقدم بخالص الشكر على هذه المعلومات القيمة للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. إن شاء الله على لقاءات أخرى إن شاء الله. ونستطلع رأي، واللي يجي له معلومة يقول للتاني.
ما هي ساعات والحكايه تخلص يعني.